متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وقد عدنا في فقرة تحديات، وتحدي هذه المرة سيكون تحدي الجمال بين بطلة مسلسل ليام كنزا مورسلي في دور دنيا وشبيهتها نجمة بوليوود كارينا كابور. حاولنا أن نختار لكم إطلالات مشابهة بنفس الألوان. وقد مزجت كلتاهما بين التقليدي والعصري. وللعلم فإن كارينا كابور هي ممثلة عالمية من دولة الهند وبطلة مسلسل ليام كنزا مورسلي من الجزائر. وحسب رأيكم، هل يوجد شبه بينهما؟ اتركوا آراءكم في صندوق التعليقات. وإذا أعجبكم التحدي بين النجمتين اضغطوا على زر الإعجاب. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.